الطريقة البدوية، الطريقة التيجانية، الشاذلية، النقشبندية، القيروانية، المرابطية، الطريقة البشبشية، كل هذه طرق. فأين شريعة الله؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصوفية. قياس بعض الصوفية الرقص الصوفي على لعب الحبشة بحرابهم في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. رواه البخاري ومسلم. هذه لعبة عسكرية فيها تدريب عسكري، ليست لهوا ولا عبثا، وإلا ما سمح لهم أن تكون في المسجد. لكن فيها متعة في النظر، بعض العروض العسكرية ممتعة في النظر، وإن كان فيها تدريب وتمرين لكنها ممتعة في النظر. فجعل عائشة تنظر إلى هذا، هذا هو المقصود بلعب الحبشة بالحراب في المسجد. فأين هذا وفي إعداد للجهاد ومران عليه ورقص الصوفية الذي يزعمون أنه هذه قربة إلى الله؟ قال النووي رحمه الله: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحو من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. والحراب جمع حربة، والدرق جمع درقة، وهو الترس الذي يتخذ من الجلود. فالحديث لا يدل على جواز الرقص الصوفي إطلاقا، بل فيه التدرب على الحرب لغاية الجهاد، واللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، كما قال ابن حجر في الفتح. وهؤلاء الصحابة من الحبشة الذين كانوا يلعبون هذه اللعبة العسكرية ما كانوا يقومون بأذكار مع حركاتهم حتى يمكن للصوفية أن يأخذوا منها دليلا على الرقص أثناء الذكر. وفرق كبير بين هذا وهذا، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق، وبالتالي يكون قياسا فاسدا. والرقص في حلق الذكر من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وإذا كان عبد الله بن مسعود أنكر على طلائع الخوارج لما وجدهم جلوسا في المسجد حلقا ومعهم حصى يعدون بها التسبيح، وفي كل حلقة رجل يقول: سبحوا مياه فيسبحون مياه، كبروا مياه فيكبرون مياه، احمدوا مياه فيحمدون، أنكر عليه وقال: فليعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء.
وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، هو ميت الآن على طول، طلعتم وابتدعتم ووضعتم على حلق الأذكار قائد للذكر يقول يعد 100. إذا رفض المسعود هذا سيوافق على قضية الرقص في حلق الذكر؟ فماذا عساه أن يقول لو وجدهم يرقصون ويطبلون ويغنون ويزعمون أنه عبادة ويتقربون به إلى الله؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.